يعني لو خدت قرار او خدت اجراء او اعلنت موقف، انت عاوز تعرف رد فعل القائد الفلاني ده ايه. لو انت درسته وجمعت معلومات كافية عنه، هتقدر تتوقع بنسبة كبيرة جدا رد الفعل. لو انت قريت بعض المقدمات، تقدر تتوقع ايه القرار اللي ممكن يتخذه في المرحلة المقبلة. فدراسة الشخصية وجمع كل المعلومات عنها ورصدها وتحليلها وتحويلها إلى نماذج رياضية، بيقود إلى فهم حقيقة الدوافع وحقيقة العمود الفقري للفكر والتوجه ووجهات النظر لهذه الشخصية. نعم. طيب النقطة نفسها سيد حضرة اللواء جمال مظلوم، يعني واضح تماما بأن الإسرائيليين يعني من خلال هذا الكتاب ومن خلال ما يعرف أيضا عن طريقة عملهم ووسائلهم دراسة الشخصية العربية على مستوى القادة، على مستوى الضباط، حتى على مستوى الأقليات الدينية أو القومية ربما. أنا بس عايز أضيف حاجة على موضوع المعلومات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، إن ربما كانت في الستينات هو في تحالف استراتيجي ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. كان الأول في الستينات زي ما تقول في سنة فلترة في المعلومات، إيه اللي يدول إسرائيل وإيه اللي ما يدوش لإسرائيل. إنما منذ منتصف الستينات أصبحت إسرائيل بتدخل على شبكات صناعية في المعلومات اللي بتبلغ للولايات المتحدة الأمريكية مباشرة في نفس اللحظة. هذا مسلم به. مسلم به. في نفس اللحظة بتوصل هذه المعلومات لإسرائيل. لا فرق، زي بقول لحضرتك كان في الأول في سنة كده ايه اللي ياخدوه ايه اللي ما ياخدوهش، انما في الوقت الحاضر ما فيش، عادي خالص. مش عايز افكر حضرتك بالنسبه للمعلومات الثغره بتاعه 73، والاستاذ عبد المباشر يعلم هذا كويس، ان اللي ادى معلومات لاسرائيل عن هذه الثغره هو كانت الولايات المتحده الامريكيه في الطياره اليو 2 اللي طلعت وصورت الجبهه وحددت التفاصيل. بالنسبه للقاده، لانه معي دقائق قليله للقمر الاصطناعي واعود اليك. بالنسبه للقاده حضرتك، هو يهمها تعرف زي ما قال الاستاذ عبده طباع القاده بصفه عامه، هل القائد ده بيعتمد على مستشارين ولا لا؟ هل سريع التصرف؟ ممكن سريع التصرف ده ممكن يورطوه في معلومه ولا حاجه ويجرجروه على مشكله. ولذلك دراسه طباع القاده ده عنصر رئيسي بالنسبه للصعيد لمعرفتهم ازاي بيتصرفوا في مثل الازمات. نعم. طيب سيد عبده مباشر، يعني اعود استخبارات الاسرائيليه ومصر ايضا، يعني تقول في الصفحه 262 ان الاستخبارات الاسرائيليه لاحقت العلماء الألمان في مصر، ماذا كانت تريد منهم؟ احنا يعني استعانت مصر بعدد كبير جدا من العسكريين الألمان والعلماء الألمان. وبالمناسبة محاولة الاستفادة من الخبرات الألمانية بدأ أيام الملك فاروق. نعم. وبعدين تطور الأمر في عصر الرئيس عبد الناصر. كنا بنحاول نبني مشروع صناعة صواريخ وصناعة طائرات. استطاع العلماء الألمان ان هم يؤدوا خدمة كبيرة جدا لمصر. وبالمناسبة العالم الألماني وولفجانج بيلز اللي كان مسؤول عن مشروع الصواريخ في مصر، واللي تعرضت سكرتيرته للإصابة بالعمى من احدى الرسائل المتفجرة الاسرائيلية. العالم ده بعد ما خرج من مصر راح الصين. راح الصين، وهناك في الصين ساعد الصينيين على اطلاق اول قمر صناعي في تاريخ الصين اللي طاف حوالين الكرة الارضية، وهو يقول الشرق احمر الشرق احمر. طب لماذا خرج من مصر؟ لأن نشاط الموساد في مصر أدى إلى مقتل العالم كروج. قتل 3 أو 4 من العلماء السوفييت، وأصاب سكرتيرة وولفجانج بيلز بالعمى. يعني هنا هل عفوا أريد أن أستوضح نقطة، يعني هل يمكن القول بأن القمر الصناعي الصيني هو يعني أشرف عليه علماء ألمان؟ أول قمر صناعي صيني كان نتيجة الخبرة الألمانية بقيادة وولفجانج بيلز
اللي كان مسؤول عن برنامج الصواريخ المصري. لا أدري ماذا تعلق سيد جمال حدث اللواء. الحقيقة طبعا دي عملية بتبقى يعني عشت مرحلة الستينات. أيوة أيوة طبعا. هو زي ما قال الأستاذ عبد المباشر فعلا أن إسرائيل كانت بتضرب صناعة الصواريخ وصناعة الطيارات في مصر، لأن مصر ابتدت ده من بدري من بداية الستينات. ولولا نكسة 67 واهتمام مصر ببناء قواتها المسلحة وبناء الدولة من جديد لكان مصر كان لها شأن كبير في هذا. ولو ترجع حضرتك للتاريخ كان في طيارات تدريب كانت بتصنعها مصر وصواريخ وتجربت مثل هذه الأمور. فهي كونها بكده أولا بتحط حد لأي تعامل أجنبي شرعي أو غير شرعي مع مصر، ومعناه أن هي بتخوف وبتدي حالة رعب للناس فيما يتعلق بالتعامل مع مصر في مجال تطوير قواتها المسلحه ومثل هذا. بل انها كانت بتطرد، لو حضرتك تفتكر في ناس علماء من عندنا تم مطاردتهم في الخارج وتم اغتيالهم. مش بس الاجانب اللي موجودين داخل مصر. فهي حساسه من ناحيه العلماء. تقريبا وصلنا الى الختام سيد جمال مظلوم. بصوره عامه كيف تقيم الكتاب؟ ده كتاب ممتاز الحقيقه، وانا بتصور ده اضافه الى المكتبات عندنا في مصر، اضافه لل يعني عايز اقول للشعب ان هو يعرف. لان احنا النهارده لما كنا لما بيجي نتكلم على الجاسوسيه فبنعرف المواطن ما يستطيع الجاسوس ان هو يحصل عليه من معلومات، من اجل الاحتراز وبذلك اللي هي الناحيه الوقائيه، ان يبقى الناس حذرين من مثل هذه، لان احساسهم ان الجاسوس ده يعني سر بيديه معلومات عن بلده ممكن يتسبب في تدمير او عدوان على هذه الدوله. فبالتالي هي بتحاربه. ونمرة اثنين برضو بتوري النهايه المؤلمه لهذا الجاسوس، ممكن الكشف امره وبالتالي بيكون مصيره ايه ويكون مصير اسرته ايه. فدي نقط اساسيه بيظهرها هذا الكتاب، عالج الكتاب. طيب سيد عبده مباشر، يعني لا ادري اذا كان الكاتب يعني باستطاعته ان يميز بين حروف كلماته او بين فصول كتابه، ولكن لابد للسؤال ان يسال، يعني هل هناك فصل او قسم او قصه جاسوسيه معينه لفتت نظرك في الكتاب او توقفت عندها او ربما اعجبت بها اكثر من غيرها؟ انا اعجبت جدا بحور محب وسنوحي. نعم. والحوار اللي دار بين الاثنين. نعم. لان الحوار اللي دار ما بين حور محب وسنوحي هو ما زال حتى الان دستور الجاسوس والجاسوسية. طيب الكتاب عندما يعني بدأت بكتابته، هل كان جمهور معين أو هل ارتسم جمهور معين في ذهنك ويعني حاولت أن تكتب الكتاب له؟ كانت عيني على النخبة والطبقة المتوسطة. ده القارئ المستهدف. نعم. القارئ المستهدف. نعم. طيب على كل سيد حدث اللواء دكتور جمال مظلوم، أشكرك حقيقة على هذه المشاركة المميزة. أيضا السيد عبده مباشر، يعني أشكرك جزيل الشكر أولا على حضورك المميز، ثانيا على الكتاب، وثالثا أيضا على رحابة صدرك. بدون شك سوف يكون لنا معك لقاءات أخرى. انتهت الحلقة. لا أنا اللي بشكركم جدا جدا، وبشكر سيادة اللواء جمال مظلوم، وبأشكر المشاهدين. إذا انتهت الحلقة، ونلتقي في الأسبوع المقبل مع كتاب جديد. إلى اللقاء.